السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أخوكم أحمد شيطو وحلقة جديدة النهاردة إن شاء الله من برامج أندرويد. النهاردة معانا روم للنوت 3. الحلقة النهاردة يا جماعة هتبقى على سامسونج جالاكسي نوت 3 إن 9005 اللي هو الفور جي. هننزل له روم معدل، الروم اللي هو روم سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج. الروم انا لسه ما جربتوش، انا يعني لسه اول مره هجربه حالا او هنزله حالا. ده فيديو بس لطريقه تنزيل الروم، وبعد ما ينزل ان شاء الله هجربه وهعمل معاينه للروم واقول لكم الروم فيه ايه مميزاته وايه عيوبه. فنبتدي يعني على بركه الله. بس اول حاجه بس يا جماعه لازم فاهمين، لازم يبقى عندك حاجه اسمها ريكفري معدل، تمام؟ طبعا اللي هيجي ينزل روم معدل ده فاكيد فاهم يعني ايه ريكفري معدل يعني، فعشان تعرف تسطب الروم. احنا لو بصين هنا انا منزل روم، الروم موجود عندي هنا، شوفوا ماشي، اللي هو اول واحد ده يا جماعه، تمام؟ انا حاطه هنا ايه على ذاكره الهاتف. طيب احنا هنقفل التليفون ونخش على وضع الريكفري. وضع الريكفري بنخش عليه بزرار الهوم وزرار السهم الفوق وزرار الباور، ف اللي هو زرار الهوم ده يا جماعه وزرار السهم الفوق وزر الباور. فانا بس عشان مش عارف اخش بايد واحده، ف ثانيه واحده يا جماعه. تمام، بدات اخش اوضه الريكفري. اللي هو كده كده ما دخلش. جينا يا جماعه دخلنا هنا على وضع الريكفري اهوت. تمام، استنى حد ما يخش على الوضع. طيب هنيجي يا جماعه هنختار مكان الروم فين. هنخش انستول زد اي بي. تمام، احنا بننزل ونتحرك يا جماعه، بنطلع وننزل من السهم لفوق وتحت وبنختار بزر الباور. هنيجي هنا نخش بالمنطقه زر الباور انستول زد اي بي، هننزل اللي هي اول واحده ديت. تمام، هننزل هنا اي دي ام، هنختارها الروم اللي هو اول واحد ده يا جماعه اللي هو اي بي دي 1 دارك وولف اف دبليو اس اس 7 اتش. ده اول واحد، ده اللي هو الروم. هنتك باور، نقول له يس انستول. طبعا هو هنا يبتدي ينزل معانا الروم. طيب هنختار هنا، هنقول له نيكست، هنا هنقول له اي اجري، نقول له نيكست. هنا بيقول لي دي ونت تو ميك افول وايب، اللي هو يعمل يعني زي اعاده ضبط المصنع وفورمات للتليفون وكده. هقول له ماشي يس واقول له نيكست. هو هنا يعني بيقول لك ان انا يعني خدت وقت ومجهود عشان اعمل الروم ده، ف يعني يعمل لي شكر او ادعمني وكده. انا اقول له اوكي. هنا بيقول لي يو ار ناو ريدي تو بين انستول، بيقول لي انت التسطيب بتاعك او انت مستعد انك تنزل الروم وكده، فاقول له انستول. وهنا هيبتدي ينزل معانا الروم. هو الموضوع ما بياخدش 3 4 دقايق في التسطيب يعني. طبعا يا جماعه الناس يعني اللي قبل ما تنزل الروم، انا شخصيا بعمل كده يعني، باخد نسخه احتياطيه من بيانات على الهاتف، يعني صورك، الفيديوهات اللي عندك، الاغاني، الكونتاكتس، الحاجات، بياناتك كلها عامه على التليفون، خدها برضك نسخه احتياطيه على الكمبيوتر مثلا، او لو في ميموري نقلها على الميموري، لان كده كده يعني احتياطا بس لو حصل اي خطا او حاجه من حاجاتك ما تضيعش. وغير كده وكده انت بتعمل فورمات للتليفون يعني، انت بعد ما تنزل الروم بتعمل فورمات للتليفون، فالحاجات دي كلها بتتمسح يعني، فالافضل انك تاخد نسخه احتياطيه لتليفونك يعني. ونستنى لحد ما يخلص، هو المفروض انه مش هياخد 3 4 دقايق يعني. باكد تاني يا جماعه الكلام ده للنوت 3 الفور جي ان 9005، مش ال 3 جي. تمام، هنا هنقول له نيكست، هنقول له فينش، هقول له هنا بيقول لي ريبوت ناو، هقول له يس. تمام، هو دلوقتي شايف التليفون بيرستر. بصوا يا جماعه، هو في اول مره بس بياخد له مثلا ممكن بتاع 10 دقايق كده او حاجه اما يخش على التليفون يعني.
لو طول معاك اكتر من 10 دقايق ربع ساعه مثلا، ابقى خش على وضع الريكفري تاني واعمل فورمات، ابقى اعمل وايب داتا كاش وايب فاكتور ريسيت. ده في حاله انه ما دخلش، يعني انه ان هو مثلا قاعد بتاع اكتر من 10 دقايق او من ربع ساعه وما دخلش معاك على التليفون او على الروم الجديد، يعني يبقى اعمله فورمات وهيشتغل معاك. تمام، يعني زي ما احنا شايفين ده الشعار الجديد بتاع سامسونج او البدايه الجديده يعني. عامة انا هوقف الفيديو لحد هنا لان هو هياخد بتاع 10 دقايق عما يخش على الروم، وان شاء الله يبقى في فيديو تاني مراجعه للروم في مزايا وعيوبه يعني. وهحط لكم لينك تحميل الروم تحت الفيديو في الديسكريبشن على الفيديو على اليوتيوب. واي استفسار انا موجود تحت امركم يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.